تتواصل فعاليات مهرجان العيد الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية، وشهد اليوم الثاني من المهرجان حضورا مميزا من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى حضور خليجي لافت. ويشتمل المهرجان على مجموعة من الأنشطة والعروض الفنية التي تقدمها الفرق الشعبية من خلال فقرات فنية تعكس تراث مملكة البحرين وموروثها الشعبي، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مخصصة للأطفال ومشاركة أصحاب الأعمال والأسر المنتجة والعديد من الأنشطة المصاحبة. هذا ويستمر مهرجان العيد في القرية التراثية حتى 7 مايو الجاري، ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل. قرية تراويك التراث البحريني القديم اللي من السنين يعني نعرفه، وفي الأشياء الاحتفالات مهرجانات الحلوة والأسر المنتجة هني، يعني كلها عن تراث البحرين الأول، والقرية وايد وايد جدا حلوة، كل شيء مرتب وكل شيء حلو، البحرين كلها حلوة، وإحنا إذا جينا أي دولة خليجية نحس إن إحنا في وطننا. ذكرنا البيوت الأول القدام، عرفت شلون؟ ولا زال يعني الناس يجون يبي يشوفون الحين شو اسمه، يبي يشوفون مال الأول شلون، ويعني صار وزارة الإعلام ما قصرت، سوت هذه الأشياء الموجودة اللي عندنا، القرية هذه تراثية. نحب التراث بعد، ويوم سمعت على المهرجان في ريد.